السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. سبحان الله، معجزة إلهية في جسم المرأة، ولكن فضلا وليس أمرا. ادعمونا بإعجاب تشجيعا لنا ولنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. معجزة الرحمن عز وجل في جسم المرأة. فسر العلماء فترة العدة للنساء والمحددة في القرآن وعقب الطلاق أو وفاة الزوج بأنها للتأكد من خلو الرحم من جنين، وأنها قد تكون مهلة للصلح بين الزوجين. ولكن هناك سبب آخر اكتشفه العلم الحديث، وهو أن السائل الذكري يختلف من شخص إلى آخر كما تختلف بصمة الإصبع، وأن لكل رجل شفرة خاصة به، وأن جميع ممارسات مهنة الفحشاء يصيبن بمرض سرطان الرحم، وأن المرأة تحمل داخل جسدها ما أشبه بالكمبيوتر يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرها، وإذا دخل على هذا الكمبيوتر أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس إلى الكمبيوتر، حيث يصاب بالخلل والاضطراب والأمراض الخبيثة. ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل أو علاج لهذه المشكلة، تم اكتشاف هذا الإعجاز في الغرب، واكتشفوا أن الإسلام يعلم ما يجهلونه، وهو أن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الإسلام حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون إصابتها بأذى. كما فسر هذا الاكتشاف لماذا تتزوج المرأة رجلا واحدا فقط ولا تعدد الأزواج. وهنا سأل العلماء سؤالا، لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة؟ أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل، فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج وقتا أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة، وذلك يرجع إلى حالتها النفسية، حيث تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها، فذلك هي لا تستطيع نسيان ذلك الزوج الذي عاش معها حياة السعادة، حياة الفرح، حياة الحب، لأن من طبع المرأة المسلمة الغريزي الوفاء والإخلاص، وأن الخيانة طبع دخيل على صاحبة القلب الكبير المرأة، فسبحان الله قادر على